تابعين صباح اليوم مباشرة على الهواء من بيروت. عم نحكي بهيدي اللحظات عن الاتيكات، علم اتيكات. معنا خبيرة الاتيكات والبروتوكول كارمن حجار. اليوم بدنا نحكي بشكل خاص عن الاتيكات بالعزاء، وطبعا اخترنا هالموضوع تحديدا بعد اللي شفناه بعزاء وديع جورج وصوف ابن الراحل ابو وديع. طبعا هالشاب يلي وجع قلب الكل ويلي شفناه بعزاء كان كتير إذا بدكم مستفز، بلكي إلي شخصيا ولكتار من العالم، قدي في ناس وفي أعلام وفي كاميرات خرقت حرمة الموت. هلأ لا شك طبعا أنه أبو وديع أو جورج وصوف قبل وهو اللي وافق أنه تفوت الكاميرات، ولكن في حدود الإنسان نفسه ضمن هيك الأخلاقيات لازم يوقف عندها. هذا اللي بدنا نحكي فيه مع كارمن حجار. صباح الخير كارمن. صباح الخير نسرين. أهلا وسهلا. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. كارمن، بلكي بأتيكات العزاء عم نخرق كل إذا بدك الليميت وكل القوانين وكل الأتيكات من أساسها. خبرينا أول شيء نحكي عن قواعد العزاء كيف بتكون؟ بالبداية اسمحي لي طبعا نعزي الفنان جورج وصوف بموتة ابنه، ونعزي كل الفانز تبع جورج وصوف كمان بهالفاجعة. هي منا هينة، هي فاجعة. طبعا نحن بقوانين العزاء في عادات وتقاليد الكل بيعملوها، وفي عادات وتقاليد حكر على عيل معينة، على طائفة معينة، بلكين على مجموعات معينة. يعني نحن عنا هون بهيدي الحالة في عنا شاب توفى. لما الشاب يتوفى نحن عوايدنا وتقاليدنا، ولازم هون منشدد على كلمة إنه الكل يحترم العوايد والتقاليد. التابوت بيكون أبيض، منحط غنانة، ما بعرف بيصير في رقصة معينة، هيدي كلها بتعبر عن الحزن. صح. أنا عم بقول هيك لأنه كتار كتار اللي انتقدوا طريقة التعبير عن الحزن. نعم. إيه نحنا منحب إنه كأهل فقيد أو منعتبر بلكي كارمن بلكي منعتبره عريس، يعني عريس عم بينزف كعريس، مشان هيك بينرقص بالتابوت، من هيك بينحط هو موسيقى. عريس السما. نعم، هو عريس السما بالفعل، بينحط موسيقى، وهيدي كله شو هن رغبة أهل الفقيد. نعم. يعني دايما نحن ننحني قدام رغبة أهل الفقيد. إذا أهل الفقيد ما بدهم كل هيدول القصص ما بنعملهم. إذا هن قالوا نحن بدنا الكل يلبسوا أبيض، الكل يجوا يعني مش يلبسوا أسود، أو بدنا نحط غنانة، نحن بنحترم رغبتهم وبنعمل مثل ما هن بدهم، لأنه الحزن لإلهم ونحن شو اللي بيعزيهم بنعمله. للأسف نسرين شفنا كتير 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 انتقادات. نعم. على السوشيال ميديا لناس ما بتعرف إنه مش كل العالم مثل بعضها بالتعبير عن صح. الحزن. يعني خاصة صار في إذا بدك إذا تنحكي طائفيا، يعني صار في هجوم وحكي كتير مؤذي، يمكن ما نون فهمانين، يمكن كل واحد تركه، كل واحد يحزن على ذوقه، كل واحد بيحزن بطريقته. أكيد عند الإسلام مدلة زكاة. نعم. الطوائف عند. نعم. الإسلام غير المسيحية طبعا، بلبنان غير بالخليج. يعني كل واحد وعنده عويده، بلبنان نفسه بالمدن غير بالجبل. بقى ما عليه نحترم الحزن تبع الآخرين والعويد والتقاليد وما ننتقد. كلمة الله يرحمه بتكفي وبتوفي. نعم. ايوه كارمن، بدي اسالك شغله قبل ما نفوت بتفاصيل. نعم. الاتيكات، بتعرفي انا وعم بعزي بوديع جورج وصوف انتبهت في محل كنت قاعده انه في كتير ناس ماسكه تليفوناتها على السكت، هيك مخبيه التليفون من تحت وعامله بتعسكت كلوز على الوصوف ليصوروه بلحظاته، بس هيك مخبيين تليفوناتنا. كيف ممكن نعلم اولادنا والناس الاخلاقيات بهيك قصص؟ يعني انا اطلع انه انت منك مربلت، يعني انا ما كان لي قلب شيل تليفوني من جزداني، كيف حدا عنده الجراه يفيري كلوز ويسترق لحظات هيك موجعه لاهل الفقير؟ للاسف ما فينا نقول الا عيب يا عيب. نعم. على كل حدا، مش بس الاشخاص العاديه، حتى ممكن الاعلاميين. صحيح. هالقد عملوا زوم ان
على وجه لحتى ينقلوا بلحظة بلحظتها. مزبوط. بكي ما بكي، مين قرب بيسه، مين قرب، وهالشي شفناه مش شفناه طبعا بقوة عند جورج الراسي الله يرحمه طبعا بالعزة هوني. هيدا كتير معيب. ليه؟ لحتى نجيب فيورز أكتر ولايكات أكتر ومشاهدات أكتر. هيدا كتير معيب. الحزن خاص، أنا بروح بحضر شو شفت عيني اللي بتنقل، مش كاميرا التليفون تبعي، نعم، مش الكاميرا تبع الصحافة أو الوسيلة الإعلامية. هيدا شيء كتير غلط. وسائل الإعلام لازم تكون موجودة تغطي من بعيد لبعيد. هالزوم إن كتير غلط. والأشخاص اللي عملوا هيك مثل ما حضرتك عم بتقولي، عن جد في قلة أخلاق. إنه شو ناطرين؟ شو بدكم؟ إنه تصوروا ما بعرف إنه شو هو المساج؟ ما فهمنا. مشاهدات أكتر ولايكات أكتر، روحوا صوروا بغير مطارح. يعني بدهم إنه أهل الفقيدة يقولوا اللي بده يجي يعزي أهلا وسهلا فيه خلي يحط سلولاره برا، عيب. نحن لازم من تلقاء نفسنا منا لحالنا نعرف إنه هاي اللحظات هي لحظات خاصة بأهل الفقيد. بعدين الحزن ما لازم نحن ننقلها أبداً. إيه كارمن، بعدين بدي أقول لك شغلة، يعني بيست على طبعاً شخصي، يعني ظرف خاص عشته، إنه أهل الفقيد ما بيكونوا واعيين كتير. يعني كتار عم بيدافعوا عم بيقولوا إنه جورج وصوف هو سمح بالكاميرات، بس العيلة بفقدان ابنها ب 24 ساعة بسرعة قياسية بشي مش متوقعينه، إنه فايت على المستشفى وظاهر، منن أكيد بوعيهم ولا بتركيزهم العالي لحتى يعملوا قوانين. يعني هي القصة مش إنه قعدوا وفكروا منفوت كاميرات ما منفوت كاميرات، فالعالم كانت عم بتحط الحق على العيلة إنه هن سمحوا بدخول الكاميرات. شو رأيك؟ مثل ما قلت نسرين، العيلة سمحت من نعم. بعيد لبعيد. ما بعمل زوم إن على الوجوه. صحيح. ما بعمل، يعني أكيد العيلة سمحت. وعائلة كمان أنا عم بستذكر جورج الراسي الله يرحمه، لأنه نعم. كمان صار نفس الشيء. exactly. إيه العائلة سمحت، وأنا قلت ومن عن الجديد مع التميلة لوركا إنه قلت إنه أكيد نادين الراسي وبيت الراسي بس ما يشوفوا أكيد رح يتضايقوا. إيه يعني أنا أفكر ببعدين بالضبط، معك حق. إيه؟ كارمن إنه بعدين لما بعدين بيحضروا هيدي القصص اللي عم تتوثق كلها رح تكون كتير مزعجة لألون. أكيد أكيد. هيدا سؤال وهيدا شو عبر ما بيصير. هيدول القصص ما بيصير. في احترام للموت، في احترام للحزن. طبعا جورج وصوف هو اللي سمح بوسائل الإعلام النقل كتير منيح من بعيد لبعيد. مش أنا بشوف نسرين بقول لها شو حاسة وشو شو شعرة، شو بدك تحس، شو قلتي له، شو بدك تقولي له بهيك حالة توفى ابنه، شو بدي أقول له؟ إيه يعني هالأسئلة السطحية بس إنه تنجمع نجوم حكيوا على الكاميرا. طب كارمن، إذا بدنا نحكي بآخر دقيقتين قبل ما يفوتنا الوقت، اتيكات العزاء كيف يكون؟ إن كان حدا مشهور ولا مش مشهور، كيف منعزي بطريقة مرتبة وعلى القد؟ ما رح نحكي عن اللبس، بدنا نحكي عن الحكي. نعم. شو لازم ينقله لأهل الفقيد؟ أنا جايين ناس يعزوني، ماكسيموم بدي اسمع منهم الله يرحمه، عظم الله اجركم، البقاء لله. نعم. متاسفين، عم صلي لكم، عم خساره كبيره، تعزينا الحاره. ما بدي اسمع انه مثلا مات موضوع الله يرحمه كبير بالعمر، او كيف مات. اقعد يسالوني العالم كيف مات وانا حزينه، معروف كيف مات. المحزون ما بيحب بلكن يحكي كتير، أوقات بحب يشوف حدا عم بيعزيه ماشي بلكن ولا كلمة، ما بحب. إذا نعم. كان عم بيخبرنا كيف مات الشخص العزيز على قلبه كتير منيح، بياخد وبعطي معه. ما عم بيخبرنا ما منسأل يعني. ما منسأل أكيد في ناس بتسأل. ما منسأل إنه كيف صار هيك وليه صار هيك، ولو ما قلتوا له ما تروح على المستشفى، ما قلتوا له ما تعمل العملية، كل حكي لا بتجيب ولا بتودي ولا بتعزي. صح. ولا بتحسسني انه انت سبورتنج، يعني انه ايه انه واقفه حده، مش وقت هيدا ابدا. صح ابدا. نعم. وفي حدا عمل العمليه ومات، ولو معقوله يعمل هيك؟ ما قلت له ليه ما عملتها برا؟ كل هيدول الحكي ما بتقرب وما بتاخر، ما مفروض ابدا نقولهم لاهل الفقيد. اوقات كثير ناس بيبقوا مقلمين قبل ما يموتوا. نعم. بقى نذكر الله ارتاح، فوق احسن له، هلا بطل موجوع، ارتاحوا ريحكم. هيدا الكلام كثير مؤذي للاسف.
بناء عن خبرة بالعزوات، مين نعم. قالكم تعبان؟ مين قالكم نحن تعبانين بخدمته للشخص اللي مات؟ نعم. هيدا حكي بس تعبية حكي، يعني في تعبية هوا اني انا قاعدة ولحتى حدث، هيدول الكلام كله ما بيجوز. نعم. انا بنطر انه يقول لي ان شاء الله الله يصبركم، خسارة كبيرة، انا بدي حدا يجي يقول لي خسارة كبيرة عن الميت تبعي. نعم. حتى لو كان جد اللي عمره 100 سنة، هيدا بيعزيني. نعم. مش بتجي بتقولي لي يلا ما كنا بدنا نموت، انا عارفه كنا بدنا نموت، بس في كلمات حكي. بتكون مؤذيه. اذا بدنا نختم كارمن بالاخير شو فينا نقول؟ بالاخير بدنا نقول ننتبه لكلماتنا، ننتبه لتصرفاتنا نحن وعم نروح نعزي. نعم. مش كل كلمه مزبوطه، الافضل انا اذا ما في ناس كثير بتتلبك مايند يو نسرين، ما بتعرف شو بدها تقول. نعم. اذا انا ملبكه وما بعرف شو بدي اقول، الافضل اني اسكت حتى اسكت، غمره بتكفي، شدت ايد على المحزون بتكفي. انا معكم، انا عم بصلي لكم اكثر من كافي، اكثر نعم. من هيك نعم. ابدا مش مطلوب. نعم كارمن حجار أبدا. بدي اتشكرك، طبعا كان الموضوع ضروري نحكي نعم. فيه، لانه عم نشوف قصص ما بتتصدق بالأعزية بالفتره الاخيره. شكرا لك، والله يبعد شكرا. يعني هالكاس عن اي حدا.